دي هتبقى أول محاضرة لينا في الإكسل، وإن شاء الله إن شاء الله مش تخرجوا من الكورس ده إلا لما أنتوا تكونوا عارفين في الإكسل وعارفين تشتغلوا كمان فيه، وهيبقى أسهل بكتير أوي إن شاء الله من أي برنامج تاني بإذن الله. تمام كده يا شباب؟ إن شاء الله. أنا حابب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد تحسين، أنا مدرب في جمعية رسالة بقالي دلوقتي من 2021، يعني بقالنا دلوقتي 3 سنين الحمد لله. انا دلوقتي بدرس اكسل بس بقالي 3 سنين مع جمعيه رساله اونلاين طبعا. فاتمنى ان شاء الله ان انا اقدر افيدكم يعني بخبرتي اللي انا اقدر افيدكم بيها، وان شاء الله تكونوا قادرين تشتغلوا بعد الكورس ده على طول باذن الله، لان الكورس ده هو عباره عن 4 محاضرات، مش هيبقى اكتر من كده. الكورس ده عباره ان انت لو انت مش عارف اي حاجه في الاكسل خالص هتقدر تعرف، وهتقدر كمان تشتغل في الشركه كمان اول ما تروح اي شركه، وكمان تقدر بقى تطور انت بقى مع نفسك. لكن انا هديك الاساسيات من الاخر، الكونكلوجن او الخلاصه ان انا اقدر افيدك بيها انك تقدر تشتغل في اي شركه. حد هنا شباب شغال بالاكسل عموما؟ يعني هل شغله اساسي في الاكسل؟ مين كده نتكلم؟ اتفضل اتكلم يا بدوي. بدوي انا شغال في مجال الحسابات، فالشغل كله بالنسبه لي انا ما عنديش سيستم ولا اي ار بي سيستم ولا اي حاجه، فكل شغلي يعتبر على الاكسل يعني. كويس جدا، تمام. يعني انت شغال في الحسابات بقى، ان انت يعني ايه، ما فيش اي سيستم خالص؟ لا، عامل يوميه امريكيه كده يعني. كنت حضرت يعني كورس في السنه قبل كده، ف يعني بص يا بدوي، الترينر ساعدني فيها يعني، فشغال على اليوميه الامريكيه دي. حاضر حاضر يا مبروك، حاضر حاضر محمد مبروك، حاضر. انا بسجل محاضره، حاضر انا كده بسجل. فكمل كمل يا بدوي. بس بالخلال اليوميه الامريكيه دي تعتبر هي السيستم المساعد او هي السيستم البديل بالنسبه لي يعني، فشغال عليها. اسمعني، انا على طول بسمع عن اليوميه الامريكيه، لكن هي دي بتتعمل على الاكسل يعني؟ هي دي شغاله على الاكسل؟ بتبقى عباره عن يعني زي نظام صفحه ادخال كده، ومن خلالها احنا بندخل يعني بدخل القيد باطرافه، هو من خلال المعادلات يعني بيسمع تلقائي في الصندوق في الصندوق، البنك في البنك، وفي الاخر بيديني القوائم الماليه، سواء قائمه دخل او قائمه مركز مالي. انا فاهم. يعني هو من الاخر كل اليوميه الامريكيه دي بتبقى عباره عن اكسلات، وطبعا مربوطه بمعادلات، وبتطلع في الاخر ناتج. يعني دي امرها سهل يعني. انا فاكر ان ايه يوميه امريكيه دي زي مثلا برنامج وبيسمع في اكسل، فاهم قصدي؟ لا، هو بتبقى هي يعني نظام اكتر من شيت، وبيسمعوا ببعض، وفي الاخر يديك الناتج النهائي، قائمه مركز مالي او قائمه دخل يعني. زي الفل قوي. بس انت كده يا بدوي، انت ان شاء الله تبقى انت عندك معلومات لحد ما في الاكسل، يعني انت هيبقى عندك شويه معلومات كتيره في الاكسل. هو الفكره زي ما حضرتك عارف ان الاكسل زي اي حاجه هو ممارسه، ففي بعض الحاجات طول ما انت مش شغال عليها بتتنسي حتى لو كنت درستها قبل كده. صح، انت كده برنس. تمام كده استاذ بدوي. مين تاني؟ ياسين. انا شغال برضو في شركه في الحسابات برضو. وبرضو كان في ار بي سيستم، بس حصل مشاكل فيه وخلاص لغوا التعاقد معاهم، فشغالين كلها شتات دلوقتي. عارف انت مشكله ياسين؟ عارف مشكله الاي ار بي ده؟ الاي ار بي مكلف قوي ابن لذينه، تقيل يعني. ما تلاقيهوش رخيص، ما تلاقيش برنامج اي ار بي رخيص. انت كنت شغالين على اودو ولا كنت شغالين على ايه؟ لا، احنا كنا شغالين على يعني، ما كناش شغالين برنامج كبير، احنا كنا شغالين برنامج من بتوع الاي تي بيصمموه وبيتابع معاك لو عايز تضيف حاجه. اعتقد ده يبقى برنامج اكسس شويه يعني، على 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 مايكروسوفت اكسس، مبني اي على اكسل تقريبا يعني بنسبه كبيره. تمام. بس هم لغوا لان كان في مشاكل يعني، كان كل ما حد يجي ما يعرفش يفصل نظام يناسبنا يعني، كله ماشي بمبدا اللي هو مثلا هفصل لك حاجه بيع وشراء، طب في حاجات عندي غير كده يعني، ما كانوش الدنيا بتمشي مع بعضها يعني. ايوه فاهم. فلغينا كل ده ورجعنا للاكسل تاني. انا ان شاء الله باذن الله في المحاضرات اللي جايه والمحاضره دي ان شاء الله، اي حاجه ياسين بدوي، اي حد في الكورس ده عنده مشاكل في اي حاجه في الاكسل مش لازم اللي احنا بنشرحه، يقول لي وان شاء الله ان شاء الله اقدر اساعده فيها. تمام كده يا شباب؟ مبروك ان شاء الله. مبروك، انت تقدر تفتح. تمام يا دكتور.
حبيبي حبيبي بدر، تقدر تفتح المايك يا مبروك؟ انت بتقول لي ان انت شغال اتش ار محمد ابن مبروك، سامعني ولا ايه؟ طب في حد تاني يا شباب؟ اه اتفضل يا مبروك، انت كنت لسه هتطلع. ها ايوه ايوه تمام. اتفضل. انا شغال اتش ار وبحسب المرتبات وبعمل حضور وانصراف بيه، فكنت بس كويس داخل بس كويس. انت شغال اللي هو اتش ار بايرول صح كده؟ بالظبط. اه تمام كمل. اه بتحسب بقى المرتبات وايه تاني؟ المرتبات والخصومات وكده، فكنت قول لي بربط كده معلش كده المحاسبة مبروك، كلها. قول لي كده معلش انا اسف، يعني قول لي كده فكره الاتش ار بايرول دي ايه؟ يعني فهمني كده التفاصيل بتاعتها. يعني زي بيرول ده اللي هو المرتبات، تمام، بنقسمها. يعني اللي انا اعرفه ان البايرول ده بيبقى ماسك الحضور والانصراف طبعا، بس طبعا حضور والانصراف دي حاجه عبيطه يعني، لان في الشركات الكبيره محدش بيركز قوي في بالظبط، الحضور والانصراف. معتمدة بالبصمة ايوه عامة، انا بس فاهم، أنا بس ما فيش حد قصدي بيركز، فهمني، ما فيش حد قصدي بيركز في الحضور والانصراف كتير علشان كل كتير. الشركات بتركز في الحضور والانصراف بتاعتها عشان في حاجة اسمها اوفر تايم انا فاهم، بنحسبه. اه انا اشتغلت في 3 شركات الحضور تمام. والانصراف ما كانش بيهتموا بيه قوي، على قد ما البيع كان شغال والدنيا كانت شغاله، فاهم قصدي؟ بالظبط، طالما البيع شغال اه يعني حتى لو الواحد اتاخر نص ساعه عادي بتتعدى يعني، فاهم؟ ما بقاش في حد بيركز في التفاصيل دي قوي الا لا، في ما هو ناس بقى تأخير النص ساعة ده بترتب عليه إن احنا بنخسر. معلش مثلا اما الكاشير بيتأخر نص ساعة او مثلا موظف اه المبيعات دي عشان يتأخر، الكاشير دي، اه دي عشان لو سوبر ماركت بالظبط ولا حاجه. اه ده احنا دي بنخسر احنا ذات نفسنا. اه لا دي معضله كبيره. انا بتكلم لو في اه ناس تقدر بالظبط. تشيل الشغل وناس تانية اتاخرت ولا حاجه، لا، اه ما فيش دي حاجه. التانية بقى مثلا ايه بقى؟ المرتبات بعد كده بتمسك مثلا ايه اللي هي الورق بتاع توظيف الناس والناس اللي مشيت واستمارات 6 والكلام ده. بالظبط. اه ايه تاني؟ والجزاءات وكل والاكسل بيعمل ان مثلا الموظف ده اخذ مثلا من اول مره مثلا بعمل له مثلا خصم نص يوم، تاني مره مثلا بعمل له خصم يوم، تالت مره بعمل له انذار شفوي، فبحفظ كل الحاجات دي على الاكسل بحيث ان انا ارجع لها. اه فاهم 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 تمام بس تمام زي الفل اوي. في حد تاني يا جماعه شغال بالاكسل ولا لا؟ عبد واحد اتفضل. يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. مع حضرتك محمد عبد الواحد محاسب في شركه فينوس. اهلا احنا وسهلا. عندنا اي ار بي سيستم شغالين بيه، ربنا يبارك يا فندم، بس احيانا بنلجا للاكسل، يعني في حاجات بتبقى بونص للعملاء وحاجات زي كده تتحسب للعملاء، ما ينفعش تتحسب غير على الاكسل، فغالبا يعني كل شهرين ثلاثه كده بنرجع نحمل من الاي ار بي، نحمل على السيستم ونشتغل عليهم اه بتعمل بمعادلات زي كده عشان اكستراكت كده، بتستخرج البيانات من على الاي ار بي وبعد كده تشتغل عليها على الاكسل. بالظبط كده، اه لان على التجديد نبدا نطلع لهم فلوس وكده بنص بياخدوا. تمام زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله يعني نتكلم بقى دلوقتي بقى في الاكسل. احنا كده اتعرفت على الناس، والناس اللي هي ما اشتغلتش بالاكسل انا كده كده اقدر افيدكم باذن الله. الكورس ده يا جماعه 4 محاضرات، 4 محاضرات مفيش غيرهم. الكورس ده هتقدر تستفيد بيه في الاكسل وتقدر تعمل حاجات كتير قوي في الاكسل. تمام تمام اللي انا بس عايز اقوله لكم ان ما بقاش في شركه دلوقتي ما بقاش في حد بيشتغل فيها من غير اكسل. يعني الاكسل ده بقى زي ايه؟ انت معاك جامعه، اه انت خريج جامعه، اه انت معاك انجليزي، بقى الاكسل ده بقى لازم. ما بقتش قابل دلوقتي يا جماعه بنسبه 95% من الشركات كلها الا لما الناس بتتعامل بالاكسل ده، لدرجه كمان ان بقت في شركات هندسيه بقت بتدي للمهندسين اللي معاها كورسات اكسل عشان يقدر يشتغل على الاكسل. يعني ما بقاش برامج هندسيه بس زي الاوتوكاد والحاجات اللي هي بتاعت الهندسه وبس، لا ده بقى في حاجات لازم تاخد اكسل عشان تقدر تشتغل بيها. فالاكسل ده يا جماعه ده زي بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللي انت ايه بتبتدي، انت معاك انجليزي، اه انت خريج جامعه، اه انت معاك اكسل، اه يعني الاكسل ده بقى لازم، الاكسل ده اساسيات. طب ليه بنروح للاكسل؟ الاكسل ده يا جماعه اولا يوزر انترفيس فريندلي، يعني فريندلي اللي هو اللي انت دي واجهه ان انت تقدر تشتغل بيها عادي وسهله جدا. تعالوا بقى نعمل كده شير سكرين ونعمل دي كده. انتوا اكيد شايفين دلوقتي اللي انا شايفه صح؟ دلوقتي شايفين شكل اكسل صح كده؟ بس محتاج بس حد يقول لي اه بس. اه تمام. اه بس يا كده دكتور شكرا ظاهر. شكرا جدا بس كده. بصوا يا شباب دلوقتي ده يوزر، يعني
الشكل بتاعه فريندلي. فريندلي يعني ايه؟ تقدر تشتغل بيه بماوس، مفيش اكواد، مفيش حاجات كتيره، تقدر ان انت كمان تعمل عليه حسابات معقده، وكمان تبقى اسهل بكتير قوي من برامج تانية. هقول لكم يا جماعه حاجه، بصوا يا شباب، دلوقتي انا دلوقتي انا نفسي بتعلم سيكوال اس كيو ال، لو تعرفوا اس كيو ال، برنامج لغه برمجه اسمها اس كيو ال. لغه البرمجه دي عشان تعمل اي حاجه لازم تكتب لها كود ومعقده بعد الشيء، وكمان انت عشان بتتعامل مع الاس كيو ال على داتا كتيره قوي، فبتبقى الداتا بتشوفها رقم كبير جدا، مش زي الاكسل. الاكسل انت واجهه سهله تقدر تشتغل عليها، تتنقل ما بين حاجه وحاجه، برمجتها بسيطه شويه عكس الحاجات المعقده الضخمه اللي انت بتشوفها في البرامج التانيه. تمام كده يا شباب؟ ده الاكسل. الاكسل هو سؤال بعد حضرتك. نعم هو حضرتك شرحت كتير قبل ما اخش، لان لسه بادي حالا، توكلي على الله وخش معانا، ما فيكش دعوه، لسه بادي حالا. ماشي، فبصوا يا شباب، فالاكسل سهل جدا في التعامل. فنبتدي بقى ونتوكل على الله، اقول لكم شكل الاكسل. بصوا يا جماعه، ده شكل الاكسل اللي انتم بتشوفوه. شكل الاكسل ده هيبقى فريندلي جدا، وان انت تقدر تشوف بيه حاجات حلوه جدا، وهوريك حاجات افضل بكتير قوي. بصوا يا شباب، ده الاكسل. الاكسل ده الواجهه اللي انت اول ما بتفتحها بتشوفها بالمنظر ده. بتبقى عباره عن اعمده، الاي والبي والسي والدي، دي اسمها عمود او كولوم، كولوم او عمود، اللي هو دي عمدان، والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه دي اسمها رو، رو او صفوف. تمام؟ والمربعات الصغيره دي اسمها اسمها سيل. تمام؟ المربعات الصغيره دي اسمها سيل. سيل يعني ايه؟ يعني لو دوست مثلا كده على رقم مثلا دي، هيقول لك السيل بتاعتها اسمها اتش 1، دي كده هتبقى اسمها ال 7، بتتنطق باول حرف من الكولوم وتاني حرف اللي هو بيكون الرو او الصف. تمام كده يا شباب؟ دي كده بتبقى المربعات او اسمها الخلايا، والعمدان بتكون اللي هي اسمها A B C D، دي اسمها عمدان، وواحد اتنين تلاتة اربعة دي اسمها صفوف. تمام؟ الاكسل يا جماعة بيتعامل مع داتا كبيرة، بس مش كبيرة قوي زي الاس كيو ال. يعني الاكسل تقدر تعمل عليه حاجات معقدة جدا ومعادلات معقدة جدا، بس على داتا صغيرة شوية. يعني وليكن مثلا يكون، قول مثلا على انا جربتها لحد 100,000 او 150,000 رو. يعني شايف الرقم ده اللي هو بينزل ده، اللي هو 90 و95 وكده، انا وصلت للداتا اللي هي كانت 150,000 رو. هو اي نعم الاكسل كان بيهنك شويه، بس كان شغال. لو حد اشتغل على داتا اكتر من كده يقول لي، لكن انا اشتغلت على اكتر حاجه اشتغلت فيها كانت 150,000 رو. فكان الاكسل كان الى حد ما كان يعني الى حد ما كان شغال، وكانت الدنيا كانت كويسه. تمام كده يا شباب؟ ده كده شكل الاكسل. دي اسمها عمدان، ده اسمه صفوف. نبتدي بقى على شرح الواجهه اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هي واجهه الهوم. الهوم دي واجهه الهوم بتكون فيها اول حاجه اسمها كليب بورد، اللي هي اسمها بيست وفورمات بينتر وحاجات كده كتير. اول حاجه البيست والكوبي. لو انتوا عارفين طبعا يعني اكيد انتوا قابلتوا الحته دي في الواتساب ولا في اي حته تاني، اللي انت بتضغط على حاجه دوسه طويله وبتاخدها، اسمها قص وبعد كده اسمها نسخ، او كوبي وبعد كده اسمها بيست. هو ده بالظبط. يعني دي اسمها محمد، لو دوست على كلمة كوبي وبعد كده دوست هنا كنترول في، هتبقى خدناها نسخة، يعني خدنا نسخة كربونية منها او نسخة منها. لكن لو دوسنا على كلمة محمد كليك يمين وقط، او دوس على كنترول اكس، احنا كده محمد وحطيناه هنا كنترول في او كليك يمين بيست، احنا خدنا محمد من مكانه وحطيناه هنا، ما خدناش نسخة منه. تمام كده يا شباب؟ اتمنى بس يعني ايه تقولوا لي عشان بس ابقى عارف ان الانترنت ما بيعطلش او ما وقفش. تمام زي الفل قوي. بس هو المشكله في الصوت مع حضرتك ان بيقطع شويه، بس للاسف انا متاسف جدا. ممكن يعني انا والله انا ما عارف اعمل ايه، بس هو والله انا شغال بواي فاي والدنيا تمام. طب هو كده شغال تمام، هو كده مش بقطع، هو كده نت فل وعافيه. ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. بصوا يا شباب، الحاجه الثانيه مثلا، ان شاء الله. بصوا الحاجه الثانيه، ده الكليب بورد، اللي هي الفرق ما بين كوبي وبيست. كوبي بتاخد نسخة، القط بياخد الكلمة كلها. طب نيجي بقى عند الفونت. الفونت ده بصوا يا جماعة، في حاجات كده بتبقى يعتبر بديهية، يعني تبقى باينة قوي. يعني الفونت بتبقى عبارة عن اللي انت ده الشكل اللي انت بتقعد تختار منه الـ يعني الـ انواع الخط وكده،
ده تكبير الخط، ده تصغير الخط، ده انت بتختار اكبر خط ولا اصغر خط وهكذا. البي يعني بولد، بولد يعني لو عايز تخلي الخط كده كبير شويه، لو عايز تخليه ايتاليك يعني مايل، لو عايز تخليه اندرلايند اللي هو يبقى تحتيه خط كده بحيث ان انت تميز الكلام ده. مثلا لو انت عايز تحط له خلفيه صفراء، خلفيه كده تمام. لو انت مثلا عايز تخلي الكتابه نفسها باللون الازرق، باللون اي حاجه يعني، ده الشكل ده بتاع الالوانات. الالاينمنت دي، الالاينمنت دي والجي سايلنت، الجي سايلنت الالاينمنت اللي هي التنصيص او التظبيط. بصوا كده شايفين الكلام هنا، هنا لو تلاحظوا هنا الكلمه دي في الشمال، طب احنا عايزينها في النص خليها في النص، طب احنا عايزينها في اليمين خليها في اليمين وهكذا. طب الكلمة دي مثلا تحت، طب انا عايز اخليها فوق في النص اهي وفي النص اهي، يبقى كده في نص الخلية وهكذا. ممكن بقى طبعا بقى تخلوا بقى الكلام بقى معوج وكده، بس بصراحة انا ما بستخدمش الحاجات دي الصراحة، الحاجات دي يعني انا كبرت عليها يعني، اللي هي تبقى الكلمة تبقى المنظر ده لا يعني انا ما استخدمتهاش بقى كتير يعني. وده بتخلي الكلام بالانجلش وبالعربي، دي الليفت دايركشن والرايت دايركشن دي برضو ما بنستخدمهاش كتير. الرابتكست، الرابتكست دي بقى جميله قوي يا جماعه. بصوا يا شباب بقى، لو انتوا كاتبين محمد، انا اسمي هنا تحسين يا جماعه، انا اسمي هنا تحسين، محمد تحسين. طب لو كتبنا محمد دي مثلا وزودنا عليها مثلا محمد، ومثلا كتبنا جنبيها مينا، وكتبنا جنبيها مثلا احمد، ايا كان، هتلاقي ان الكلام مش واخد راحته. وفي نفس الوقت انا لو عملت كده الرو كبير، او قصدي الكولوم هياخد وقتك، هياخد مساحه كبيره. الراب دي بقى كانك بتعمل راب، راب دي اللي هي ايه، بتاخد الكلام بتحطه تحتيه، دوس كده راب بقى الكلام تحتيه. حد فاهم حاجه؟ السلام عليكم. تاني يا دكتور. ايوه تمام يا دكتور. اكمل تاني ولا ايه؟ ولا ايه؟ اه تمام 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 زي الفل. طب نيجي بقى نشيل الراب دي بس، نيجي بقى عند الميرج. الميرج دي يا جماعه تحتاجوها كتير قوي. بصوا يا شباب، انا على طول بشبهها بحته لما نيجي نعمل حاجه اسمها عروض بكلمه كبيره. يعني مثلا ناخد الشكل ده كده، شايفين الشكل ده، لو انا جيت كتبت هنا مثلا عروض، ركزوا كيف انا اكتب عروض. بصوا انا عشان اخليها كده، ما الخلايا اللي تحتيها برضو كبرت، لا انا عايز اخلي خلايا كتير بكلمه عروض. اروح اعمل بقى كده كده يعني ايه، اعمل كده زي مسلكت عليهم، ادوس كده دوسه كده وامشي كده يعني، خليني دايس على الماوس كليك شمال واروح دايس على كلمه ميرج. بص ايه اللي هيحصل، كلمه عروض اهي، اروح حاططها بقى في التنصيص زي ما انا قلت لكم، ان انا اخليها في النص واقعد اكبر 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 الكلام بالمنظر ده. فاهمين قصدي؟ فاهمين انا عملت ايه؟ ونخلي بقى الكلام مثلا بحيث لو انتم مثلا كاتبين مثلا حاجه عايزين تشوفوها، زي مثلا الشهور مثلا، يعني مثلا فاهمك حاجه مثلا. بصوا يا شباب هتوريكم حاجه حلوه قوي. دلوقتي انا عايز اعمل حاجه زي مثلا شهر يناير، اكتب هنا مثلا المبيعات. اذا هو الكلام ماله كبر لي كده، احنا نصغرها شويه. مثلا المبيعات، وهنا التارجت تمام، وناخد دي كده كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست تمام. اللي فيها ابيض من هنا. نعم يا شباب. يا شباب بصوا يا شباب، دي كده اهو. بس الفكره كلها ان انا عايز اخصص كل تارجت ومبيعات يبقى تحت شهر معين. يبقى انا اكتب، هاجي هنا وراح اعمل كلمه ميرج، واكتب هنا يناير، واجي هنا لو كده كتبت هنا فبراير. بصوا هتلاقي فبراير يعني واخده كلمه بس، انا عايز الكلمتين تبقى تحت كلمه فبراير، اروح اعمل هنا ميرج فبراير، واجي هنا اروح اعمل كلمه مارس وهكذا. واخلي مثلا دي مثلا باللون الاصفر، انا بحب اللون الاصفر، تبقى بولد. ونعمل بقى هنا، بصوا بقى لو تلاحظوا هنا بقى في حاجه اسمها بوردر، تروحوا دايسين هنا كليك يمين، قصدي كليك شمال قصدي، وتيجي هنا اول بوردر. خدت بالكم ايه اللي انا عملته؟ اللي انا خصصت كل شهر مبيعاته والتارجت بتاعه ايه. حد فاهم حاجه ولا لا؟ ايوه تمام ايوه تمام يا دكتور. تمام يعني انا قصدي تمام يا دكتور ان ميرج دي بتقدر تاخد، يعني مثلا تخيل مثلا انا عايز اخد كل الخلايا اللي تحتيهم دي واخليها خليه واحده، اروح دايس على كلمه ميرج واروح مثلا كاتب مبيعات
الربع الأول السنوي. فاهمين؟ ونبقى تعملها كده وبالمنظر ده كده اهو، ونخليها كده مثلا. فاهمين قصدي؟ دي كلمة ميرج. نيجي بقى عند النمبر، تعالى كده خش يمين شوية النمبر. بصوا بقى يا شباب، الحتة دي بنستخدمها كتير، الشكل الصغنون ده، المربع الصغير ده، ده بنستخدمه كتير. هوريك دلوقتي اللي هو الشكل ده، اللي هو الشكل ده اهو، ده بنستخدمه كتير. تمام؟ بصوا يا شباب، طب هو ده بيتمسح ولا ما بيتمسحش؟ ثواني كده عشان ايه نمسحه. طب انا عايز امسح بقى كلير اول دروينج بس كده، شكرا. بصوا يا شباب، الشكل اللي هو نمبر ده بنستخدمه كتير. طب بنستخدمه كتير في ايه؟ بصوا يا شباب، الخلايا اوتوماتيك بتتعمل حاجه اسمها جنرال. جنرال يعني اللي هي بتبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، انا الاكسل بيفهمها لوحده. يعني مثلا لو كتبت مثلا 1 2 3 4 5 بيفهمها ان هي جنرال برضو، يعني بتتحسب ان هي كرقم، هو بيشوفها كانها رقم. طب لو انا كتبت مثلا مينا، برضو اعتقد ان هو برضو بيشوفها ان هي رقم، بيشوف قصدي ان هي كتكست اللي هي ككتابه. تمام؟ وهكذا. طب دلوقتي بتقابلنا شويه مشاكل، او انت عايز تخصص الخليه دي لحاجه معينه. هقول لك انا ازاي. هنروح بقى فين مثلا على العمود ده كله، ونخلي العمود ده كله مثلا وليكن نمبر. تمام؟ ونكتب مثلا 1 2 3 4. بص عمل ايه؟ خلاها بعلامتين عشريتين، اللي هو اللي هي فاصله 0 0. طب لو انا عايز اقلل الزيرو زيرو دي، نقللها بالمنظر ده كده اهو، اللي هي يبقى 1 من 10 1 من 100 وهكذا، او نخليها كده. طب لو انا مثلا عايز اخلي الكولوم ده مثلا، او العمود ده اللي هو يبقى كعمله، يعني ان انا لما اجي اكتب الرقم ده يجيب لي اللي هو عمله. بصوا حاطين حتى عاملين علامه الدولار جنب الكتابه. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله ولا لا؟ ايوه تمام. تمام مظبوط. تمام. طب عايزين مثلا، طب نغير مثلا علامه الدولار دي مثلا، ممكن نيجي هنا كده ونكتب مثلا دي دولار، دي ما اعرفش يورو، في بقى مصري ما اعرفش مصر اسمها ايه، ايجيبشن اسمها ايه، ايجيبشن صح. اعتقد ايجيبشن. ما مش عارف بس اسمها ايه، ايجيبشن باوند ال اي حاجه زي كده. نكتب مثلا ال اي هنا، ال اي ال اي، ولا مثلا اسمها ايه، اي جي بي. هي اسمها اعتقد اي جي بي، اي جي بي، ايوه اي جي بي اهي. بصوا اهي كده مثلا بقت علامه مصر اللي هي اللي هي الرقم ده، ونيجي بقى نقللها مثلا 1234 دولار جنيه وهكذا. ممكن مثلا نغير مثلا تبقى الشكل مثلا تبقى شورت ديت. شورت ديت اللي هو لو كتبت مثلا وليكن 1 2 20 24 هيخليها بالمنظر ده. طب لو انا مثلا عايز اخليها لونج ديت بقى، اللي هو يبقى جايب لي كل التفاصيل بتاعتها، اروح جاي هنا هيقول لك ده تيوزداي، يعني النهارده مثلا 26 26 نخليها مثلا دي 26 4. قال لك ده النهارده فرايدي، النهارده يوم الجمعه، 26 4 20 24 وهكذا. اللي انت تقدر تخصص الخليه دي انت عايزها ايه، تايم مثلا، تايم اللي هو ممكن تخليها مثلا الساعه مثلا واحدة ونص، هو يخليها لك ايه ام. انت لا تقول له مثلا لا انا عايزها ايه بي ام وهكذا، يعني ممكن تيجي تكتب هنا بي ام وهكذا. نيجي بقى لاخر حاجه. حد يا جماعه بيقابله حد هنا قبل كده كتب ارقام تليفونات؟ يعني حد مثلا بيدخل ارقام تليفونات عملاء؟ حد من شغالين اكسل يا جماعه دخل قبل كده ارقام تليفونات عملاء ولا لا؟ مشكله ايه؟ شوف سامع حضرت انتوا كده سامعيني؟ قول لي كده مشكلة ظهر الصفر ناحية الشمال صح كده. جدع. بص يا شباب، مشكلة الناس اللي بتدخل بيانات عملاء بيقابلوا مشكلة جميلة قوي انا كنت بقابلها زمان. حاول
ان مثلا وليكن يا جماعه وليكن بس كويس بس ترجع لنا كويس 0001 2 3 انا عايز 000 دي تظهر. لو دوست انتر مش هتظهر. ليه مش تظهر؟ لان الاكسل بيفهم بيقول لك اللوجيك بتاعتها ان اي صفر على الشمال ملوش لازمه. صح ولا غلط يا شباب؟ حتى في الرياضيات بيقول لك كده. على فكره يا جماعه الاكسل منطقي، يعني الاكسل بيتعامل بمعامله المنطق. فبيقول لك لو 0 10 2 3 ما اعرفش ايه هيخلي لك ال10 بس. طب دلوقتي طب انت عايز تضيف الزيرو هتعمل ايه؟ هتروح واقف على العمود ده كله وهتروح دايس هنا تكست، ان انا بقول له اقرا الخليه دي ان هي كتكست يعني ككتابه كنصوص. فلما اجي اكتب هنا اصفار كتير هيخليها لي، لان هو مش قاريها كرقم، قاريها كنص او كتابه. بصوا الفرق ما بين العمود ده اللي انا مخليه تكست، العمود ده جنرال. لو انا كتبت هنا 4 اصفار هيخليها لي 0 1. طب لو انا كتبت هنا 0 10 1 مثلا هيكتبها لي 10 1. لو انا كتبت هنا 0 10 1 هيخليها لي 0 10. فاهمين الفرق ولا لا يا شباب؟ الناس اللي قاعده معايا فاهمين الفرق ولا لا؟ تمام يا دكتور. ايوه في فرق فعلا. اللي هو تمام. الفرق ان انا بقول له خلي لي العمود ده ان هو كتابه او نص، فاهمين؟ وخلي لي العمود ده ان هو جنرال، اللي هو زي ما انت تشوفه بقى. انت لما تيجي تكتب هنا اصفار كتير مش هيقراها، لان الاكسل نفسه يقول لك اصفار كتير ازاي، ده الرقم ده مش منطقي، وهكذا. تمام كده يا شباب؟ نمسح ده كده. بصوا وهنا بقى علامه الفيلميه، اللي هي مثلا لو انت كتبت مثلا 100 انت ممكن مثلا تقول له خلي لي مثلا العمود ده مثلا اللي هو مثلا 100%، بحيث انت لما تيجي تكتب الرقم يظهر لك 100%. ممكن مثلا لو انت مثلا مش عارف تقرا الرقم ده تقول له لا افصله لي، افصل الرقم ده، هيبقى كده 1.3 اصفار يبقى كده 1,000,000. لو احنا قللنا دي كده شويه يبقى كده 1,000,000. لو انت مش عارف تقرا الرقم، يعني انت لو جالك الرقم ده كده مش هتعرف تقراه، هتقعد بقى 12,100,000، لا هتبقى عامل كده، يبقى كده 12,228,776 كده. قريب كده، فاهميني كده يا جماعه ولا ايه؟ تمام. الله يبارك فيك. بصوا بقى يا شباب، هنروح بقى ماسحين ده كده كله ونيجي بقى عند دي المحببه الى قلبي. بصوا يا جماعه دي بيتعمل لها فيديوهات مخصوصه ليها هي، اوريكم بس كده، بحس ان بحب ان انا قوي اعمل الحاجات دي. دي يا جماعه دي المحببه الى قلبي، كونديشنال فورماتنج ده يا شباب نصيحه، يعني دي من احلى 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 الحاجات اللي انتوا هتشوفوها في حياتكم. الكونديشنال فورماتنج حد بيستخدمها يا جماعه ولا لا؟ يا دكتور ساعات بستخدمها. دايما لما كنا زي التنسيق الشرطي يديني له معين. الله يبارك لك بجد. التنسيق الشرطي دي يا جماعه دي انا بحبها جدا جدا جدا، وبدعو الناس ان هي تركز في الحته اللي جايه دي قوي. بصوا يا جماعه الكونديشنال فورماتنج دي وظيفتها ان هي تنور لكم شغل كتير جدا انتوا مش شايفينه. يعني بص ثواني كده، انا هجيب لكم كده شويه حاجات كده لحظه. بصوا يا شباب نقلل بقى كده بقى الكلام ده كده عشان ايه، نبتدي بقى نشوف بقى احنا هنعمل ايه. بصوا يا شباب دلوقتي دي اسامي بني ادمين، دي اسامي ناس، سعيد محمود محاسب ومعرفش ايه. انا دلوقتي وليكن انا عايز اعرف اكبر 3 ارقام او اكبر 5 ارقام في المرتبات دي، مرتباتهم عموما، دي مرتبات الناس وده المسمى الوظيفي بتاعهم وده اسمه، تمام؟ فانا دلوقتي عايز اعرف اكبر 3 مرتبات 5 مرتبات، هنعملها ازاي؟ نيجي في الكونديشنال فورماتنج، حاجه اسمها التنسيق الشرطي، يعني من الاخر نسق لي الحاجه دي او بين لي لون معين وهنا احط لك الشرط بتاعه. هتدوس على كونديشنال فورماتنج هايلايت، كلمه هايلايت دي انا بحبها قوي، واقول له انا عايز، لا مش هايلايت قصدي توب 5 توب وبوتوم، انا عايز التوب، واقول له لا انا عايز التوب 5 او توب 5 ودوس اوكي. قال لي ان التوب، نقلل بس كده دي كده شويه عشان تشوفوا اكتر. بصوا يا شباب بيقول لي ان اعلى المرتبات بتبقى ده وده 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 وده. طب لو وقفت عليها تاني
وقلت له انا عايز اقل مرتبات، هدوس له بوتوم، لا نمسح كده، دوس كده وندوس كلمه كلير، كلير رولز دي عشان تمسح اللي موجود، نروح دايسين بوتوم، انا عايز البوتوم 10 اللي هو اقل مرتبات او اقل مرتب يا عم، اقل 2 مرتبين مثلا. قال لي اقل مرتبين 2036 و2040. طب انا عايز اجربها في حاجات تبقى انتوا شايفينها يعني. بصوا يا شباب، ده 1 2 3 تمام. انا دلوقتي عايز اقل حاجه بوتوم، بصوا قلت له ان عايز اقل 2، ادي 1 و2، ده اقل رقم صح ولا غلط يا شباب؟ انا بس بوريها لكم على امثله اقل شويه، يعني امثله بسيطه شويه معايا. انتوا معايا صح؟ مع حضرتك. بصوا يا شباب، انا بقول له مثلا انا عايز اعلى اقل رقم، جاب لي الرقمين دول. طب انا مثلا بقول له انا عايز اعلى ارقام، اهي نيجي هنا في التوب. نعم. أنا عايز اقل رقمين او اعلى رقمين، قال لي 17 و18 دول اعلى رقمين. تمام يا شباب. طب دلوقتي نعمل كلير عشان نمسح دي. طب دلوقتي بقول له بقى ايه بقى، هايلايت اللي هو ما بين الاثنين والعشرة. بصوا عمل لي اهو 2 3 4 ما اعرفش ايه. طب هايلايت على الاكبر من 10 او 11 12 13 14 وكده. طب هايلايت على للزان 5، قال لي الاربعة والتلاتة والاثنين والواحد. انتوا معايا صح؟ انتوا سامعين اللي انا بقوله ولا لا؟ يا دكتور مع حضرتك. طب بصوا يا شباب، لو دلوقتي اللينك فصل خشوا على اللينك تاني، اللينك فاضله دقيقة وهيقفل. لو اللينك فصل ادخلوا على نفس اللينك اللي انا بقى اللي استاذه مريم بعته لكم على الواتساب. تمام؟ تمام. ممكن اسال حاجه؟ اتفضل. طبعا. حضرتك عملت الواحد اتنين تلاتة من يعني من 1 ل50 دي كده على طول ازاي كده؟ بص، انت بتدوس على كلمة واحد وبعد كده تدوس على كلمة اتنين. تمام؟ سامعني؟ تمام انا مع حضرتك. وتعمل سيلكت عليهم كده، يعني تقف على واحد وتنزل اتنين. تمام؟ وشايف في علامة زائد ظهرت اهي، شفتها؟ تمام. تنزل بقى لتحت زي ما انت عايز. يلا بينا تسمعيني. الو. الصوت واضح. تفضل تسمعني. يلا يا جماعة أنا هبتدي أهو. مين اللي كان بيسألني على حتة السيريالايزد اللي إحنا كنا بنعملها دي، اللي هي الحتة دي؟ ألو؟ أيوه أنا تمام فهمتها، شكرا جدا. الدنيا كده تمام؟ تمام. بصوا كده، بصوا كده بقى يا شباب. ده اللي إحنا كنا بنشرح فيه اللي هو الكونديشنال فورماتنج اللي هي الهايلايت. بص يا جماعه، هايلايت يعني اعمل لي لون، يعني لون لي، اعمل لي هايلايت، كانك بتعمل كان في كتاب كده وبتعمل عليه زي على كلمه كده معينه بقلم فوسفور. تمام. دي بقى فيها كذا حاجه، مثلا بتوين تحط مثلا رقمين، ايكوال تو اللي هو رقم معين، تكست ذات كونتينز اللي هي لو في مثلا كتاب مثلا، يعني مثلا تعالى مثلا نبص هنا كده، بقول له مثلا ايه تكست ذات كونتينز اللي هي ايه، بقول له انا عايز لو الكلام ده مثلا فيه حرف الميم. بص كل دول فيهم حرف الميم، لا انا مش عايز بقى حرف الميم قوي، يعني عايز اكتب مثلا اللي فيه محمد، عبوس، حسين، يزن، راضي، محمد، محمد. في بصوا خدت بالكم من دي، سعيد، محمد، سامي، محمود. طب انا عايز مثلا الكلام اللي هو فيه مثلا وليكن زد ونون، او حسين يزن وده يزن يزن وزهير وهكذا. تمام كده يا شباب؟ انتوا معايا صح؟ اهم حاجه انتوا. ايوه تمام. انتوا حضرتك دول تمام. دي كده الهايلايت ودوبليكيت داتا. بصوا بقى يا شباب، بقى دي لوحدها كوم تاني خالص، الحته دي لوحدها، دي الدوبليكيت دي كوم تاني خالص. بصوا يا شباب الحته دي،
دلوقتي لو انا خدت كلمة سعيد دي وحطيتها في النص كده وحطيتها هنا كده في النص، انتوا كده شايفين انا بعمل ايه؟ الو؟ ايوه تمام يا دكتور. تقفوا على دي كده وتروحوا دايسين conditional formatting highlight duplicate. الduplicate بصوا لو تلاحظوا جاب لي ده وده وده اللي هما الثلاثه. الدوبليكيت يا جماعه عارف يعني ايه دوبليكيت؟ دوبليكيت يعني مكرر شبه بعض. الدوبليكيت فاليو اللي هو بيجيب لك الحاجات اللي هي الدوبليكيت اللي هي مثلا ده سعيد. عارف لو انا غيرت مثلا كلمه سعيد ابتدى مثلا الف كده بقت اتنين اهو واحد اهو. لو انا مثلا شلت ده اختفى. فهمتوا يا جماعه ولا لا؟ الو تمام. طب دلوقتي انا عايز مثلا اشيل بقى ال 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 ال, ال القاعده اللي انا حاططها عليهم، اروح دايس كده عليها وادوس كده هنا وكلير رول. تمام كده يا شباب؟ ممكن بعد اذنك الحته دي تاني؟ تمام. بصوا يا شباب دلوقتي سعيد ده او الحاجه دي من ضمن ان انت بتنظف البيانات ان انت بتشوف البيانات المكرره. يعني انت مثلا لو جالك مثلا شويه داتا او شويه داتا كده من اي واحد فبيقول لك انا عايزك تظبطها لي، فانت بتشوف اول حاجه الحاجات اللي هي المكرره. فتقف هنا كده اسهل حاجه خالص يا تيكو، بتقف هنا اسهل حاجه خالص. ثانيه كده لحظه هنا وبتدوس هنا. انا متاسف انا متصور ان ده على السكرين بتاعتي انا، شكرا. بص يا شباب بتيجي هنا تقف على العمود وتروح دايس هنا conditional formatting highlight duplicate. الduplicate اهو جاب لك اهو ان في سعيد وسعيد، خدت بالكم؟ تمام. عارفين بقى لو انا كتبت مثلا محمد سعفين ده مثلا وخدته مثلا وحطيته هنا نورها لي اهي تاني، قال لي ايه ده في اتنين محمد سعفين. انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه فاهمين قصدي. وهكذا بقى. تمام. دي كده conditional formatting فيها طبعا حاجات كتير وفيها نعم. انا بس عايز اسال سؤال، لو انت لما عملت هايلايت على الاسامي وكده انا عايزه بقى اشيل هايلايت خالص. الهايلايت عايزه تشيليها يا تسنيم. بص يا ستي هتروحي واقفه برده على نفس العمود، تروح دايس عند conditional formatting كلير اهي بس. تمام ماشي كده يا شباب. تمام تعالوا مثلا بقى الفورمات سيلز والحاجات دي يا جماعه بصوا اوريكم تفصيلتها. يعني الفورمات تيبل دي بتاعه التيبل دي احنا لسه ما وصلنا لهاش، بس الفورمات سيل دي اللي هي مثلا ايه، انت شايف في الحته دي كده، انت بس تيجي مثلا على الفورمات سيلز دي كده بس وتروح واقف على دي كده 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 كده. فاهمين قصدي ايه؟ اللي هي بتقعد تلون لك الخلايا دي بقى انت ويعني انت وذوقك بقى، يعني دي بتاعتكم انتوا يعني فاهمني. لكن دي بتبقى تلوين الخلايا وتظبيطها من سيل فور ستيل ستايلس. نيجي بقى عند انسرت دي بقى ايه؟ شايفين الكلام هنا يا جماعه؟ الاسم اهو وكلمه محاسب، انا عايز اخلي فيه عمود ما بينهم. هنروح جايين على كلمه محاسب دي كليك يمين انسرت ونخلي دي كده بقى في عمود ما بينهم. طب انا عايز اشيل العمود ده، اروح دايس على نفس العمود ده كده كليك يمين في كلمه اسمها ديليت. طب عايز اخلي العمود ده على اليمين، اروح جاي هنا قبليه بعمود واروح دايس كليك يمين وانسرت. طب عايز اشيله، اروح جاي هنا ديليت. طب عايز اخلي فيه صف ما بين حسين يعني محاسب واداري، عايز اضيف صف تاني، اروح دايس كليك يمين انسرت جاب لي صف اهو. طب عايز امسحه، اروح دايس كليك يمين واروح دايس مسحه. حد فاهم حاجه ولا مش فاهمين؟ تمام يا دكتور. تمام. دي كده السل. طب دلوقتي عايز اضيف حاجه ما بين الكلام ده بس، يعني ما اضيفش هنا عشان لما باجي ادوس هنا كليك يمين بصوا اللي هيحصل، ان انا بفصل الكلام ده هنا وبفصل الكلام ده في الارقام. لا انا عايز ان كليك يمين ان انا افصل يبقى في الجدول ده بس. تمام يبقى في الجدول ده بس، اروح دايس هنا كده كليك يمين انسرت. يقول لي بقى انت عايز الخلايا تيجي يمين ولا تنزل تحت ولا الرو كامل او الصف كامل ولا العمود كامل. لا اقول له لا انا عايز الخليه دي تنزل تحت شويه، فبقى نزلت ولا قصرت باللي جنبيها ولا قصرت باللي جنبيها هنا. حد فاهم حاجه ولا لا؟ ايوه تمام. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يا شباب الحته دي؟ معلش لو سمحت يا دكتور، معلش لو سمحت يا دكتور ممكن الحته دي تانية بتاعت
ان انا ازود صفحه الجدول بس. بصوا يا شباب، انا دلوقتي لما باجي ادوس كليك يمين هنا كده انسرت، الصف كله بينزل. يعني دي كانت فيها شغل ودي كان فيها شغل، فالصف كله نزل. لا انا عايز لما ادوس انزل دي تنزل لوحدها، بحيث ان هي ما تاثرش ولا على ده ولا تاثر على ده. هنعمل ايه؟ هنروح جايين هنا كده، هنا كده كليك يمين انسرت، بيديني بقى خيارات، يقول لي نجيب الخلايا على اليمين ولا نجيب الخلايا تحت ولا ننزل ولا نعمل انتاير رو. انتاير رو يعني صف بالكامل، ولا انتاير كولوم اللي هو عمود بالكامل. لا انا اقول لا انا عايز الخلايا بس تنزل تحت دي بس. سامعني كده تمام كده ابو واحد؟ الو، طب انتوا سامعيني عموما؟ تمام حضرتك. لو دوسنا يمين ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب كده، دوس كليك يمين انسرت ونروح دايسين كليك يمين اللي هي رايت. بص اللي هيحصل، ان الخلايا اتزحزحت لليمين. لا انا مش عايزها تتزحزح، انت معايا كده ولا لا؟ أنا مش عايزها تتزحزح اليمين، انا عايزها تنزل تحت. فدوس كليك يمين انسرت، هنلاقي في حاجه اسمها داون، شيفت سيلز داون، اهي دوس اوكي نزلت تحت. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب معلش كده لحظه بس، انا عايز اعمل بس حاجه لحظه على اذنكم، عشان بس في حاجه كده انا شاكك فيها. ده عندنا يعني مش اتفضل يا كريم، اتفضل قول لي. كريم انت عايز تقول حاجه صح؟ انت رفعت ايدك ولا عايز تخش الحمام ولا ايه؟ الو. طب بصوا يا شباب، دلوقتي احنا خلصنا حته السيل والكلام ده. الفورمات اللي هي الحته دي اللي انت بترو هاي والرو هايت وكولوم هويدز، اللي هي ايه، بتوسع الكولوم او بتضيقه كده او توسعه كده او تخلي مثلا الرو ده بينزل تحت ويطلع لفوق، دي بتبقى حاجه انا بعملها بايدي احسن. تمام يا شباب؟ فيل واوتو صم والكلام ده لا، دي لسه احنا ما دخلناش فيها شويه. الكلير اللي احنا عايزين نعملها دي اللي هو الكلام هنا كتير، اروح اعمل هنا مسلم كده، واروح قصدي عامل سيلكت كده، واروح داس كلير، كلير اول، اتمسح كل حاجه. طب لو انا خليت دي كده واقول له انا عايز اعمل كلير للفورمات، يعني ما يبقاش فيه لون ابيض ولا ازرق ولا اي حاجه، دوس كده كلير فورمات، بقى على الله كده الدنيا تبقى يعني ارعى كده. فاهمين قصدي؟ حد فاهم ولا لا يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام ايوه تمام، الله يبارك لك. دي كده الحاجه دي، بعد كده ده الكلير بس كده، وكلير كونتنت اللي هي تمسح الكلام بس تخلي الالوانات كده موجوده. ده كده الحاجه بتاعتنا. نيجي بقى لاول معادله حسابيه هتعملها في حياتك. ركزوا بقى يا جماعه بقى في اللي انا بقوله ده دلوقتي. تمام يا شباب؟ انا هقفل ده كده وهعمل شير على حاجه تانية خالص. استنى بص يا شباب، في الشيتات دي في الاكسل، في شيتات، شيت واحد، شيت اتنين، وهكذا، شيت خمسه سته، وتقعد تدوس بقى على علامه النيو شيت دي، تقعد تفتح لك في شيتات جديد. عايز تمسح الشيت ده تروح دايس كليك يمين ديليت، كليك يمين ديليت، وهكذا. انا بس هخلي واحد بس عندي دلوقتي. انا عايز دي نكبر بس الكلام كده شويه، نخليه كده. دلوقتي انا عندي اتنين واتنين، والناتج انا عايزه يبقى هنا كده. تمام؟ انا عايز دلوقتي اجمع الاتنين زي الاتنين. حد يساعدني ولا لا؟ طب انا عشان بس ابتديها وانتوا بعد كده انتوا تجروا معايا. عشان نجمع ندوس ايه؟ او اي معادله، اي حاجه بتبتدي في الاكسل كمعادلات بتبتدي بكلمه يساوي، هندوس يساوي عشان كده يفهم ان هي معادله. وهنقول له ان الخليه دي ايا كان الرقم اللي جواها، ايا كان الرقم اللي جواها، زائد وعلامه الزائد عادي اللي هي شيفت يساوي دي. الخليه دي يعني دي 2 اللي هي دي اللي هو اول حرف من الكولوم، و2 اللي هي من الرو، ودي اول حرف من الكولوم، و3 من الرو،
دي 2 زائد دي 3 بيساوي 4. تمام كده يا شباب؟ حد معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. طب لو انا دلوقتي بدل الاثنين خليتها 10 نزلت بقت 12. طب لو انا خليت بدل الاثنين دي مثلا خليتها بقت 20 بقى الاجابه دلوقتي. انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ ممكن تاني بالاول لو سمحت. مفيش حاجه. بصوا يا شباب انا حطيت الخلايا دي فيها انبوت يعني معطيات. تمام كده؟ انا عايز اجمع بس اجمعها. هنعمل ايه؟ اي معادله في الاكسل اي حاجه بتبتدي في الاكسل بتدي كلمه يساوي ايكوال وندوس على دي كده بالكليك شمال اهي بالماوس عادي وندوس على اللي هي زائد اللي انتوا بتشوفوها دي يا جماعه اللي هي بتبقى شيفت يساوي تمام وندوس على المعادله اللي هي الخلايا الثانيه دي ندوس اوكي انتر قال لك دي 30. طب لو انا خليت دي 5 بقت 25 ما هي 25 بقت 25. طب 10 بقت 15 وهكذا. حد فاهم حاجه؟ طب حد مش فاهم؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. الله يبارك الله يبارك لك يا بدر. تمام. طب انا عايز اطرح او استنى اقول لك على حاجه. طب انا عايز اجمع. طب ده كده جمع. طب لو انا عايز مثلا اجمع حاجات كتيره يعني مثلا زي ده مثلا مرتبات الموظفين دي كلها يعني 1 2 3 اصل انا اكيد مش هعملها كده بالمنظر ده اللي هو انا هاجي كده يساوي وده ده زائد ده زائد ده انت كده تتشل. انتوا فاهمين قصدي ولا لا يا شباب؟ يعني لو على المنظر ده كده انتوا هتتعبوا. فنيجي نعمل ايه؟ تيجي بقى هنا معادله اسمها صم. وانا يا عم انا مش عايز اكتبها هنا، انا عايز اخليها هنا صم واكتبها هنا اجمالي المرتبات. ما هو ده المرتبات، انا عايز اجمع اجمال المرتبات. اروح ده يساوي في معادله اسمها صم اس يو ام اي. تمام. واروح معلم عليها كده، معلم على اللي انا عايز اجمعه، دايس كليك شمال وانزل لتحت واروح قافل القوس واروح دايس انتر. قال لي ان الاجمالي بتاعك 56043. طب انا عايز اتاكد لو وقفت على العمود ده كله هيطلع لي هنا الاجمالي. حد شايف الحته دي ولا لا؟ حد شايف ايدي فين على الماوس؟ ايدي الماوس اهو 56043 اهو ده. حد فهم انا عملت ايه ولا حد عايز يشرحها تاني؟ تمام يا حبيبي. دي كده صم. يبقى احنا عشان اتفضل قول. اسم الموظف لو عايز انا ارتب من حيث الحروف الابجديه. فهمني؟ معلش شويه تاني. اتكلم كده تاني. اتكلم كده. الموظفين هات بيانات الموظفين تاني. لا انا مش فاهم بصراحه. سامعني؟ انا كده سامعك. اتفضل. الو دكتور سامعني ولا مش انا كده سامعك؟ سامعني صوتك كده؟ اتفضل. تمام. هات بيانات الموظفين تاني. بيانات الموظفين تاني اهو. اتفضل. اهي ما انا بقول لك هات بيانات الموظفين تاني. بيانات الموظفين اهو انا فاتح. طيب لو عايز بقى ارتب من حيث اللي هو الاسماء بتاعتهم من الحروف الابجديه يعني الف. حاضر. هقول لك من اسم الموظف. حاضر. حاضر. العمود كله هبقى اعملها. حاضر حاضر هبقى اعملها. بص يا شباب هو دلوقتي عايزني ان انا يعني ان هي تترتب كحروف ابجديه. كل عليك انك بتروح واقف على الكولوم كله على يعني الجدول كله. الجدول ده من اول الاي لحد الاي. تمام. من اول الاي لحد الاي ونروح دايسين على داتا ونروح دايسين على اي تو زد اهي. او لا مش ايدو زد، لا نخليها من اللي هي صورت. بس دي برضه صورت برضه ضخمه. لا اقول لك الحاجه خليها فلتر. دوس على فلتر ونروح دايسين على الاسم ده كده ومن اي تو زد. قال لك هو احمد اللي هو الف الف ب ت س ج ج اهو ح وهكذا. طب لو انا عايز مثلا ارتبهم عن طريق المسمى الوظيفي اروح جاي هنا ومن اي تو زد. قال لك كل الاداريين تحت بعض، كل الازن تحت بعض، كل القانوني تحت بعض، كل مبرمج، كل محاسب. حد فاهم حاجه ولا لا؟ حد فاهم؟ تمام يا دكتور. حد فاهم يعني؟ اكيد يا جماعه. مجدي انت فاهم يا مجدي انا عملته ده ولا لا؟ تمام يا دكتور. مجدي ورد بقى انا. نعم. ممكن تاني؟ حاضر حاضر. بصوا يا شباب
مجدي دلوقتي عايزني ارتب الحاجات دي باللغه يعني اي بترتيبه خلاص، ترتيب تصاعدي او تنازلي ايا كان، انا بقف على الجدول ده كله من الاول الاي لحد الاي، واجي عند كلمه داتا اهي في الفلتر. الداتا دي في يعني هتلاقوها عندكم في الاكسل، وهتلاقي حاجه اسمها فلتر تمام، وهتلاقي فيه علامه اللي هي السهم اللي نزلت تحت دي، انت بقى زي ما انت تحب يعني. مثلا ممكن نخلي مثلا دي سمولست تو لارجست، يعني من اقل لاكبر، او قال لك اقل حاجه 14789، بعد كده 14790 وهكذا. طب انا عايز اخليها هنا باللغه الابجديه، او من الف ل يعني من الف لزد لايه، من الف لي من الف لي اهو، ونروح دايسين اهي الف ب ت س. طب انا عايز مثلا اخلي كل الدولات تحت بعض، اروح دايسين كده هنا نعملها كده، بقى كل الاداريين تحت بعض، بقى كل المحاسبين تحت بعض وهكذا. حد فهم ولا لا؟ فهمت يا تغريد ولا تسنيم؟ تمام شكرا. شكرا ليك. طب بصوا بقى، بصوا بقى شباب، يعني احنا كده عرفنا ايه؟ ان صم يعني جمع تمام؟ تمام؟ طب دلوقتي في اللي احنا بقى عايزين نطرح، يعني دلوقتي احنا عملنا ان ده زائد ده. طب الطرح نفس الفكرة، نفس الفكرة، ان احنا دي 10 عايزة ايه سارة؟ قولي لي اتفضلي. لو سمحت دكتور، ازاي نثبت الصف اللي فوق ده اللي هو بتاع الراتب واسم الموظف، كل ما انزل لتحت الاقيه موجود؟ هو عندي صدقني ما كنتش. حاضر هعملها لك. حاضر يا سارة. هنايا. طب تمام. طب ممكن طلب بسرعه سامعاني؟ ممكن تكتبي دي في يعني قصدي ايه، يعني نفتكر دي كده توب برو، عشان انا كتبتها في الكتابه يعني في المسج، عشان نفتكرها دي ونرجع تاني على طول ليها. تمام تمام شكرا. طب نيجي نطرح، عشان هنرجع لها تاني نطرح الطرح. هيبقى بص يا جماعه، لو حد فاكر الموضوع بتاع الزائد، ان احنا نجمع يساوي ده اللي هي الخليه دي ناقص ده 10 ناقص 6 4. سهل جدا على فكره يا جماعه الطرح ده، برده سهل. يبقى اللي هو الماينس اللي هو الطرح، اللي هي يا جماعه معادلات حسابيه، يعني معادلات حسابيه بحت، انتوا فاهمين قصدي؟ طب الضرب، حد يعرف الضرب يا جماعه علامتها ايه ولا لا؟ على الكيبورد علامه النجمه، علامة النجمة. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هنروح دايسين يساوي ده، والنجمة دي اللي هي شيفت 8، شيفت 8. نروح دايسين دي كده، بقت 10 في 6 ب 60، بقت الضرب اهو اللي هو مالتي بلاي، اسمه مالتي بلاي ده اللي هو الضرب اللي هي شيفت 8 اللي هي العلامة دي. طب الاسم، حد يعرف الاسم؟ ها نفس الفكره الاسم، الاسم لا الاسم انتوا عايزين برضو تعرفوا العلامه يا نور. يبقى دي 10 على اللي هي شيفت شرط المايله كده، اللي هي لا مش شيفت، اللي هي علامه اسمها ايه، التعجب، لو مش التعجب اللي اسمها ايه، سلاش كويستشن مارك، انا فاهم اللي هي سلاش، اللي هي العلامه دي من الاخر يعني، اللي هي كويستشن مارك. اصل انا عندي الكيبورد عندي صغير، مش الكيبورد الكبير اللي هو 15 و6، انا عندي ال 14 واحد. يبقى 10 على 5 اهي بقت 2. يبقى هنا الديفايدد اهي اسمها ديفايدد، هتبقى القسمه وعلامتها هتكون دي. تمام كده احنا عملنا الجمع والطرح والضرب والقسمه، وفي بقى اللي هي الصم اللي هي المعادله نفسها، اللي انت بتدوس يساوي صم عشان تبقى انتوا عارفينها، دي علامه الصم. طب دلوقتي يا جماعه انا عايز اعد بني ادمين، يعني انا دلوقتي عندي مثلا ده، انا عايز اعرف كم موظف عندي، هنعملها ازاي؟ كم موظف، عدد دلت كاونت جدع الموظفين. بصوا يا شباب، ده اجمالي المرتبات، ده عدد الموظفين. بصوا يا شباب، عدد الموظفين في معادله اسمها كاونت، بس بقى في كاونت
بتعد الارقام وفي كاونت بتعد اي حاجه. فخلينا في اللي بتعد اي حاجه. في معادله اسمها كاونت اي. كاونت اي مش كاونت. كاونت اي دي لو انا عايز اعد الموظفين اروح جاي هنا واقف على كل الموظفين كده واعلم عليهم كده واروح قافل القوس واروح داس انتر. بقت كده قال لي ان انت عندك 19 موظف. المعادله اسمها كاونت اي. حد كده فاهم ولا يا شباب؟ كاونت ايه يا دكتور؟ يعني كاونت بتعد الاسماء. بتعد الاسماء. كاونت ايه بتعد اي حاجه مش اسماء بس، بتعد اسماء وارقام. اما كاونت بس بتعد خلايا. تعد خلايا اي كان بالظبط. اصل في كاونت بلانك، في كاونت كذا حاجه. بس في بص لو انت كتبت كاونت بس، بص كاونت هنا بتعد لك ارقام، هنا قالت لك 7. طب لو انت كتبت بقى كاونت برضو وعدتها وهنا في الاداريين كده 0، لان هي ما بتعدش اسماء. لكن كاونت ايه بتعد اي حاجه قدامك، اي حاجه. تمام كده؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى كاونت ايه دي عد الخلايا ايا كانت، ايا كانت ما عدا الخلايا الفارغه، لان الخلايا الفارغه دي ليها معادله تانية لوحدها. كاونت والعدد بيظهر من تحت برضو على اليمين يا دكتور. بالظبط جدع. ما هو انا يعني ما هو افهميني، ما هو مين اللي قالت العدد بيظهر على اليمين؟ انا. بص يا نور، الفكره ان انت كده بتستخدمي اكسل. في ناس مش فاهمه يعني ما تستخدمش اكسل عشان تعرف التركية دي، فاهماني؟ يعني بيستخدم اكسل بيعرف ده مثلا ده عدده 7، ده افريج بتاعه كذا، بتبقى فيه تفاصيل. لكن اللي ما بيستخدمش اكسل ما بيعرفش التفاصيل دي. فكده احنا عرفنا اجمالي المرتبات وعدد الموظفين. طب ما اقول لكم على حاجه بقى حلوه قوي. ما تيجوا نشوف الحته اللي جايه دي. بصوا يا شباب، ده عدد موظفين او شويه موظفين. انا عايز اعرف مجموع بيع محمد سعفين ده هنعملها ازاي. محمد سعفين بس فاهمين انا بقوله؟ كاونت اف جدع. كاونت اف احنا بس احنا عايزين نجمع المبيعات. ها حد عنده حاجه؟ يعني مبيعاته اهي، دي مبيعات محمد سعفين، المبيعات بتاعت الناس كلها انا عايز اجمع. بصوا يا شباب، اي حاجه هتبقى كاونت صم يا دكتور. لا هقول لك هتبقى صم اف يا دكتور. بالظبط. بصوا يا شباب، احنا قلنا ان صم دي، صم كلمة صم دي بتبقى جمع. لما تلاقي كلمة اف مع اي معادلة تانية يبقى فيها شرط. احنا قلنا ان صم، بصوا يا شباب احنا قلنا صم، انتوا معايا يعني؟ بالله عليكم بس حد يقول لي ان احنا معانا. مع حضرتك يا دكتور. صم دي بتجمع كلهم. لكن انا عايز اجمع وليكن انا عايز اجمع كل الاداريين بس. او انا اقول لك على حاجه يعني، بص انا عايز اجمع كل الاداريين، يعني اي حد اداري انا عايز اجمع مرتبات الاداريين، عايز اعرفهم. هنعملها ازاي؟ في معادله اسمها سم اف. اهي سم اف، اهي اول واحده سم اف دي اف واحده اللي هي بدون اس. اف واحده بتكون عباره عن ان انت بتجمع بشرط واحد فقط. لكن افس اهي ظهرت، افس اهي دي بتجمع بعده شروط. انا هنتكلم على شرط واحد، انا عايز اجمع كل مرتبات الاداريين، اي بيساوي سم اف. تمام كده يا شباب؟ بيقول لي الرينج ده اللي هو المدى. انت بتدور فين؟ بقول له يا فندم انا بدور في العمود ده اللي هو السي سي ده. تمام، امشي بقى مع المعادله، انت لازم تمشي مع المعادله. الكرايتيريا انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بدي بالاداري. بعد كده نجمع، ندوس كوما تاني، ندوس كوما. السم رينج انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع ده، واقفل القوس وادوس انتر. بص طلع لي ايه؟ طلع لي ان هم 25,000 جنيه. طب تعال نتاكد، لو احنا كل دولة الاداريين اهو، لو احنا وقفنا كده عليهم كلهم
هيبقى كلهم 25000 جنيه 728000 جنيه. اكيد في حد مش فاهم اللي انا عملته، اكيد انا متاكد. ايوه يا فندم مع حضرتك سؤال. بص اولا حضرتك دلوقتي معلش لما بتدوس كليك على لازم تدوس كليك على مسمى الوظيفه مثلا عايز تتاكد، وتدوس على اللي هو الراتب بتاعه الاثنين، تدوس على الاثنين وتبقى عايز تتاكد. هنعملها من اول تاني، هنعملها من اول تاني. بصوا يا شباب، بصوا يا شباب، اي حاجه تقرا المعادله ماشيه ازاي. بص تعال نبص كده على الحته دي كده، الرينج ده ده المدى اللي انت بتدور فيه. كلمه كرايتيريا معايير بالظبط، ده المعيار، ده اللي انت بتدور بيه، اللي انت بتدور بيه تمام. ده في ده بي الرينج ده. بصوا يا جماعه لما انت تيجي تدور على الاداري لازم يبقى العمود الرينج اللي انت بتدور بيه ده يبقى انت بتدور في المسمى، ما ينفعش تبقى انت بتدور في اداري وتيجي هنا تيجي تدور في اسم الموظف. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام تمام. يبقى تعالى بقى نخلي دولك كده على جنب كده عشان تبقى انتوا شايفينها كده حلوين كده. بصوا يا شباب الاداري انا عايز ادور على كل الاداريين، هنروح دايسين يساوي سم اف اي. اقروا بقى المعادله، المعادله هي شايفين المعادله ولا لا؟ الو شايفينها تحت دي شايفينها. انت احنا لو تيجي تلاحظ احنا لما باجي امشي بالماوس كده بيقف لي على الرينج، ما بيقفليش على الكرايتيريا، لان انا ما نقلتش على اللي بعديها. ان انت عشان تنقل على اللي بعديها لازم تدوس كوما، يعني لو انا دوست كوما هينقلني على الكرايتيريا. فهمت قصدي ايه؟ فانا لا انا لسه في دكتور دكتور ممكن تفتحها من اف اكس اللي هي جنب اللي هي فوق دي. انا بكتبها صح، انت بتتكلم صح، بس انا بحب اكتبها مانيوال، يعني انا بحب اكتبها تمام عشان تبقى الناس شايفاها بعينيها. الاف اكس ده بتاع ايه؟ مع الوقت دي الاختصارات او دي الحاجه السهله، لكن لما تتعلم تكتب بايدك بيبقى الموضوع اسهل بكتير. خلاص تمام. يساوي الرينج يا جماعه، الرينج ده اللي هو فين؟ انا بدور في الاداري، يبقى الاداري ده فين؟ في الكولوم ده. يبقى الرينج ده المدى اللي انت بتدور فيه جواه. يبقى الرينج هنقف على العمود ده كده اقول له ده الرينج بتاعي، ده المنظر بتاعي تمام، واروح دايس. بصوا كده لو تلاحظوا اول ما ادوس كوما الكرايتيريا دي هتظهر لي، هتسود. بصوا كرايتيريا اسود تاني، حد خد باله؟ اهي. بعد كده هيقول لي انت بتدور بايه، اللي هو ده اللي انت بتدور بيه، اقول له انا بدور بده. بعد كده اروح دايس كوما تاني يقول لي السام رينج، انت عايز تجمع انهي؟ اقول انا عايز اجمع اللي هنا، ما انا عايز ادور على المرتب، صح ولا غلط يا شباب؟ تمام يا دكتور. اروح دايس انتر، قال لي ان الاداري بيجيب 25000 جنيه. طب انتوا عارفين لو انا شلت الاداري وجبت كلمه محاسب دي كوبي وحطيتها هنا، بصوا بصوا ركزوا، ده كان 25000، بصوا بقى 12000. ليه؟ لان هو جمع لي المحاسبين، المحاسبين اهو، اروح واقف كده على قدام المحاسبين كلهم ب 12665 12665. حد فاهم اللي انا عملته ده ولا لا؟ ايوه. انا بس عندي سؤال بعد اذن حضرتك، هو احنا ليه ما بنيجي نكتب في الرينج او اي حاجه يعني بيكتب سي 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 دي دي كده، مش بيكتب ليه الحرف واحد بس؟ ما هو من سي سي، ما هو يعني يقصد من العمود من الاول لحد اخر واحد. انت لو عايزه، لا لو عايزاه تحطي مدى معين ماشي، انا بتكلم على العمود كله. يعني انا مثلا ايه، المدى اقول له المدى ده كده كله لو 60 سي 10، بس انا بقول عشان هو اللي تحت ده فاضي فانا بقف على العمود كله. فاهم قصدي؟ تمام تمام. بس في تدخل في الصوت يا دكتور. حاضر، انا هو انا عارف الصوت دلوقتي. بس كده سم اف تمام. سم اف اللي هي جمع الخلايا بس بشرط معين،
حد كده فاهم اللي انا عملته ولا لا؟ ده عشان نكتبها اجمالي الرواتب. حد فاهم يا جماعه ولا لا؟ انتوا معايا ولا ايه؟ الو السلام عليكم. ممكن اسال على حاجه؟ مع حضرتك يا دكتور. اتفضل اتفضل. مين اللي كان عايز يسال؟ حضرتك لما جيت عملت المعادله الاول اخترت في الرينج، بعد كده وانت بتختار الكرايتيريا اخترت محاسب اللي هي متظلله بالاصفر ده او اداري، ليه ما اخترتش اللي في الكولم نفسه اللي هي تحت مسمى وظيفي؟ ولا ما تفرقش اصلا؟ لا ما انا باخد الكول الكومون يا تيكو. تيكو انت اسمك ايه معلش؟ علي. بص يا علي انا باخد الكومون، يعني انا مش هقفله على اداري 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 اداري، ما هو كلهم اداري واحد. انا فاهم، انا عايز اجمع كل الاداريين بس. فهمت قصدي؟ هو نفس السؤال عندي برضه يا فندم. اتفضل. حضرتك يعني الحاجات اللي حضرتك على جنب دي هوامش ولا هي خلايا مفعله؟ انا حضرتك بتسال ايه؟ خلايا مفعله يا جماعه، اسمعوني بالراحه. انا دلوقتي انا هو بص يا دكتور معلش يا دكتور، هو عايز يقول لحضرتك ان انا ممكن اختار كلمه محاسب دي من جوه الجدول نفسه. ايوه طبعا. يعني عايز عايز اجمع، هو بيسال حضرتك عشان كده علي، يعني بيسال حضرتك يعني ممكن ادوس على كلمه محاسب من جوه الجدول ولا لازم ادوس على اللي حضرتك كاتبها بره؟ بص يا بس. بص يا شباب دلوقتي انا دلوقتي وبعدين هو حضرتك ممكن تبقى موجوده اصلا ومش موجود كلمه محاسب، يعني عايز اجمع الرقم. أيوة او عندي مثلا حاجه ثابته عندي وبجيب لها الرقم بعد ان انا اخد من جوه الجدول. بص يا شباب انا هعملها لكم دلوقتي، بس انا بتكلم في حته ايه، ان انا كمحمد او انت كواحد بتعرض بيانات لازم شكل البيانات بتاعتك مظبوطه. يعني بص لو تلاحظوا كل حاجه متظبطه، ما ينفعش ان انا اوري مثلا مديري او انا اقرا حاجه مثلا طب انا دلوقتي سيبك من المحاسب دي انا مسحتها فكده جت زيرو. انا هعمل سام اف للاداريين، الرينج هيبقى ايه؟ اقول له رينج اللي هو الاداري كوما الكرايتيريا اني، اقول له الاداري ده برضو كوما. انت عايز تجمع ايه؟ اقول له انا عايز اجمع ده، طلع لي رواتب كل الاداريين. طب انا دلوقتي بقى انا عايز اعرف الاداري ده انهي واحد، ما هو انا دلوقتي مش كاتب هنا حاجه. فاهمين قصدي ولا لا؟ انا اعرف الاجمالي ده بقى بتاع اداري ولا محاسب ولا ايه؟ فاهمين قصدي؟ فانا عشان انا بظبط الداتا بتاعتي انا لازم تبقى الدنيا مظبوطه. فانا بعمل ايه؟ باخد الاداري ده كده على جنب كده وبربط اللي هي الكرايتيريا اللي هي دي كده، بشيل سي 2 دي كده وبربطها بده وانتر، بقت دي مربوطه بده. حد فاهم اللي انا قلته ولا لا؟ بصوا يا شباب انا دلوقتي هنعمل بقى شير كده اهو. انتوا صح يا جماعه، انتوا فهمتوا اللي انا بقول اللي انا بتكلم فيه ده ولا لا؟ اللي انا كتبتها هنا لكن تقدر تكتبها من الجدول عادي يعني، ما لكن دي حاجه مش مهمشه، دي حاجه مفعله، دي حاجه انا اه تمام تمام كده يا شباب. انا قصدي بقى ايه، ان انت ممكن بقى تغير بقى، يعني ممكن بدل اداري دي مثلا تروح حاطط مثلا مبرمج وتحطها مكان الاداري، غيرت المرتب بتاعها بقى 6000 وشويه. انا قصدي لو انت كنت عامل الكرايتيريا ان انت حاططها هنا، طب انا دلوقتي لو عايز اجيب محاسب هجيبها ازاي؟ معايا ولا لا؟ هقعد بقى كل شويه في الكرايتيريا اروح ناقل على المحاسب دي. حد فاهمني ولا لا؟ يعني بدل ما يقعد يعمل معادله جديد، لا يختار على طول يغير الكلمه بس. بيغير الكلمه صح كده يا جدع. ده انا كمان بقى بصوا ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله في الموضوع يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني في المحاضره اللي جايه او اللي بعديها حاجه زي كده يعني. ممكن بقى نغير دي بقى تبقى يعني مثلا ايه، ان احنا نعملها بطريقه مختلفه شويه. يعني ممكن مثلا ايه نخلي مثلا الكلام، هقولها لكم ازاي يعني مثلا مثلا كده. بصوا ثواني يعني مثلا قانوني قانوني مثلا محاسب كده مثلا، ما كتبتش لسه.
يعني بصوا يا شباب، اللي انا قصدي عليه ان احنا ان شاء الله المحاضره اللي جايه ممكن بقى نغير بقى في الحاجات دي ونعمل بقى شغل ان شاء الله يبقى كويس. يعني مثلا كده بصوا يا شباب، بصوا انا عملت ايه. ده المبرمج، لو كتبت هنا قانوني تلاقي هنا بقت 2700، لو اخترت هنا محاسب بقت 12000، لو اخترت هنا اداري بقت 25000. حد فاهم اللي انا عملته ولا لا؟ هو اكيد انتم مش فاهمين اللي انا عملته، بس انا قصدي ايه، حد سامعيني ولا ايه؟ يعني خليت الايقونه نفسها دي في اختيارات ثانيه. بالظبط، ده ان شاء الله اللي هشرحه المعادله، قصدي المحاضره الجايه او اللي بعديها باذن الله. دي ان انت تعمل زي لستة انك تقدر تختار الحاجه بتاعتك. بالظبط، تقدر تختار الحاجه بتاعتك. تمام كده يا شباب؟ تمام. الو انا بس بحس الناس، بحس انا داخل معاهم في البيت. لا دكتور، مع حضرتك. حاضر. مش حضرتك اخر حاجه كده عملت الكاستم ليست ان انا ممكن ابدل، مش شرط اروح اجيب الاسم مثلا من الجدول، انا ممكن احطهم تحت بعض كده و... تمام. عدد الموظفين تبع كل قسم، دي اخر حاجه الموظفين. بصوا يا شباب، انا عايز اعرف في كام محاسب، في كام اداري، في كام مبرمج. هتبقى ايه؟ احنا دلوقتي لما احنا قلنا هنعد اسمها كاونت. طب لو هنعد شرط هتبقى كاونت اف. بالظبط. طب الكاونت اف ده تبقى ماشيه ازاي؟ بصوا يا شباب، هندوس يساوي كاونت اف، اقرا المعادله، اقرا المعادله اهي. كاونت اف بيقول لك الرينج، الرينج اهو احنا ماشيين فيه اهو، ده المدى اللي انت بتدور بيه. اقول له الرينج انا عايزه في الحته دي كده، تمام. ونروح دايسين كوما، انت بتدور بايه اللي هو الكرايتيريا. روح قايل له انا بدور بالمحاسب، روح قافل الكوس وروح دايس انتر. فايه اللي حصل دلوقتي؟ اجمالي المرتب للمحاسب 12000، المحاسبين كلهم 12000 وشويه، وهم كلهم عددهم 4. طب انا عايز اتاكد 1 2 3 4. طب انا مثلا عايز اشوف الاداريين. بص الاداري بقى 25000 وهم 9 اشخاص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بس كده 9، وباجمالي المرتب بتاعهم 25000 جنيه. حد فاهم يا جماعه اللي انا عملته؟ تمام يا دكتور. نعم تمام يا حضرتك. تمام كده يا جماعه، انتوا فهمتوا اللي انا عملته ولا لا؟ كده معلش اخر حته دي تاني يا دكتور. بالظبط. حاضر. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عايز اعرف في كام اداري. يعني انا عرفت مرتباتهم، كل الاجمالي المرتبات بتاعتهم هنا عرفتها. انا بقى عايز اعرف بقى في كام موظف اداري. فهنيجي هنا عند قدام عدد الموظفين ونروح دايسين يساوي كاونت اف، كاونت اف اهي. بيقول لي الرينج، بقول له المدى اللي انا بدور فيه اهو، بقول له انا بدور في المدى ده كله. طب بتدور بايه؟ بقول له انا بدور بده، بالخليه دي. وروح قافل الكوس وروح دايس انتر. قال لي ان الاداريين 9 اشخاص واجمالي مرتباتهم 25000 جنيه. طب لو انا جبت المحاسبين، المحاسبين 4 اشخاص واجمالي مرتباتهم 12000 جنيه. حد فاهم يا شباب؟ تمام، متشكرين يا دكتور. حبيبي كده. ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو ليه ما حسبش كلمه مثلا اداري اللي كانت مكتوبه بالاصفر ان ده رقم 5؟ يعني ليه حصل اللي هناك بس؟ لا لا لا، صح صح انت بتتكلم صح. لا هو مش بي، انا بقول له بتدور بده لكن ما بعدش بيه، انا بدي له يعني اسم. بياخد الاسم بس. انت عارفه اقول لك على حاجه كمان، هقول لك على حاجه. عارفه في صم اف وبعدين معلش يا دكتور، انا برضه ما انا واخد رينج معين بحسب منه. ما هو في رينج يا دكتور، يعني ما انا فاهم في رينج. انا بتكلم هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. شفتي انا كاتب محاسب ايه؟ بصوا تعالي بقى نمسحها. انا هدور على كلمه محاسب، ركزي كده انا هعمل ايه. بصم اف، صم اف اهي. انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في ده. طب الكرايتيريا ايه بقى؟ ركزي بقى في الكرايتيريا. روح دايس كده كوتيشن واكتب محاسب واقفل الكوتيشن والجامعه، اقول له ده طلع لي ان الاجمالي 12000 جنيه. محاسبين كام؟ 10665. هو ده. انا قصدي ان انا لما بكتب هنا دي بتبقى زي ريفرنس ليا، ريفرنس يعني ان انا بدور، قول لي بدور بده لكن ما بجمعش ولا بعمل اي حاجه.
فاهماني؟ ما بتحسبش. تمام. يعني انا قصدي بدل ما اكتب الكرايتيريا واختارها في معادله، انا ممكن اكتبها كاسم ككتابه. ايوه تمام. حد فاهم يا جماعه اللي انا عملته ولا لا؟ اه تمام. تمام. روح اعمل كده. اتفضلي. بس دي صعبه شويه يا دكتور، لان لازم أن تكتب نفس الكلمه اللي صح. بالظبط بالظبط. عشان كده رحت انا اعمل ايه، خدت ريفرنس خدتها من هناك. بالظبط. اه بالظبط ده اللي انا عملته يا جماعه. صح انت كده، لان دي ممكن تبوظ الدنيا معاك لو معادلات كتير وبتاع. هتشترط ان وبعدين لو كلمه غير محاسب مثلا فيها همزه فيها نقطتين تحت ليه والكلام ده مش هيظبط معاك. انت كده وصلت للنقطه. بس كده دكتور، لو الارقام دي مكتوب جنبها مثلا حرف الجيم ينفع تتجمع برضو؟ لا، لو الجيم دي ان هي ككرنسي يعني زي كده مثلا تتجمع عادي يعني كده اهو. لا، في راتب الموظف مثلا كتابه يعني ككلمه يعني انت كاتبه يعني كان بكل اسم 36 جيم. هو انت بتكتبي كده نور؟ نعم. انت بتكتبي كده نور؟ بتكتبي كده يعني انت؟ لا، بس انا بتكلم لو في حروف جنب الكلام ينفع يتجمع؟ لا طبعا. يعني في مثلا طبعًا معادله ان انا اطلع الارقام من وسط الكلام وتتكتب تتجمع؟ اه ينفع. اه ينفع. اللي هي ايه بقى؟ انت بتعملي انت كده عموما؟ يعني انت بتعملي كده؟ لا انا مش بعمل كده، انا معايا اصلا برنامج عموما يعني شغاله ببصمه وحاجات كده، برامج بصمه اصلا. بص يا ستي انا بس برتب بس الاول. حاضر حاضر ماشي ماشي حاضر. نكتب بس دي الاول، دي هتبقى كاونت اف، كاونت اف عد الخلايا ولكن بشرط معين. خلاص كده يا جماعه. يعني احنا شرحنا صم دي بتجمع عادي كله، كاونت اي دي بتعد عادي كله، صم اف دي بتجمع بس بشرط، كاونت اف بتعد بس بشرط. تمام كده يا شباب؟ الو تمام يا دكتور مع حضرتك. ماشي تمام. تمام بقى، تعالوا بقى نتكلم في الحاجات اللي استاذه نور كانت بتتكلم فيها. تسلم يا دكتور. بص يا ست، احنا دلوقتي بنقول انت ليه يا محمد بتقول لي انت ازاي نخلي الاسامي اللي هو ده ينزل مع الكتابه، يعني الاقيها بتظهر لي فوق كده. بص دي حاجه اسمها فريز، في حاجه اسمها فيو هنا تمام، في حاجه اسمها فريز توب رو اللي هو اول صف فوق، روح داس عليه اول ما انزل بتنزل معايا اهي، فاهمين؟ الو تمام. طب هو كان في حد بيسال عليها في المحاضره؟ أيوة دكتور مش عارف. طب انا عايز اخلي بقى التاريخ كل ما اجي كده يجي معايا التاريخ يظهر لي هنا كده، في حاجه اسمها فريز فيرست كولوم اللي هو العمود الاولاني او فيرست كولوم، كل ما اجي يمين كده كل ما التاريخ يجي معايا. خدت بالكم؟ طب دلوقتي انا عايز بقى يا عم محمد اخلي التاريخ والشهر يجوا معايا، يعني كل ما انزل الاقي الشهر بينزل معايا وكل ما اجي يمين الاقي التاريخ بيجي معايا، صح ولا غلط؟ ما هي دي التفصيله الاخيره. هنيجي هنا، هنيجي نقف هنا كده قبل ده وقبل ده، فريز بانز اي او بينز حاجه زي كده، بانز اي، كل ما اجي كده الاقي التاريخ بيجي معايا تمام، بس كل ما اجي انزل الاقي الشهر بينزل معايا. حد خد باله ولا سلام عليكم ولا ايه؟ لا تمام يا دكتور مع حضرتك والله. ماشي بس كده. تعالي بقى يا ستي، كنت بتتكلمي بقى في ايه بقى يا ستي الحته الاخيره؟ نفصل الجيم. بصوا يا شباب، استاذه نور بيطلع لها فكره. طب انا هعملها لك كده بسرعه عشان تبقى اوصلها لك. تمام. الجيم بتتفصل ازاي؟ وليكن تعالوا هنا كده، انا هعمل بس ستوب شير وهوريها لها قبل بعد ما بعملها. تعالوا بقى نعمل بقى ايه ده؟ اه معلش انا خرجت. بصوا يا شباب بقى، انت كده شايفه ستي؟ تمام. كان شايفه الجيمه اهي؟ تمام. الجيمه اهي ظهرت اهي.
هي عايزه تفصلها. انت شغاله بانهي تفصيله بانهي اكسل فيرجن انهي؟ لا شغاله اكسل عادي، بس هي الحكايه ان انا لما بسحب البصمه اوريدي بتكتب فيرجن ايه يعني 2019؟ لا القديم. لا لا قديم 2010 مثلا. اه 2010. بصوا يا شباب عشان نفصل الحته دي هنيجي نقف على العمود ده كله ندوس عليه كده، ندوس على كلمه داتا ونروح عايزين نعمل ايه تكست كولوم دي اللي هي دي تكست كولوم. تمام معايا؟ تمام تمام. ونروح جايين هنا الصوت. معلش يا دكتور انتوا كده سامعيني كده؟ اهي انتوا كده سامعيني كده؟ معلش يا دكتور اسف الصوت مش سامعني. كده سامعيني كده كويس ولا لسه؟ تمام اه تمام. هنيجي نقف هنا تاني. داتا تكست كولوم اللي هي فيكسد، فيكسد حاجه اسمها فيكسد. نيكست ونروح موقفين كده على قبل الجيم كده. تمام نروح دايسين نيكست ونيجي نقف عند الكي عند الجيم دي كده ونقول له دونت امبورت. نروح دايسين فينيش. ايه ده؟ معلش انا المفروض ان هي تتعمل كده. ثانيه اهي تكست دي ليميتد. لا دي ليميتد دي مش تيجي هنا. فيكسد دايسين هنا. لا هنا كده ناخد دي كده اهي في الجيم ثانية اهو نعمل دي كده ودي كده كمان. نعمل هنا زي عمودين جنبيها تكست كولومز فيكسد نيكست. نيجي هنا في نيكست وبعد كده فينش. الله. طب نمسح دي كده لحظة عشان هي مشكلة في الرقم الموظف. يعني تكست كولومز فيكسد نيكست دي نيكست فينش. الله. طب ريبليس. هي الفينش. لا هي الجيم جايالي في الاول خالص. لا هي الجيم معلش انا اسف لحظه. فيكسد هي الجيم دي في الاول ولا في الاخر؟ كده في الاخر. لا هي كده مش في الاخر. هي كده المفروض ان الجيم. لا كده الجيم مش شايفها في الاخر. تعالى كده نعملها. فيكسد ايوه كده بالظبط. هو كده الجيم كان شايفها في الاول اهي كده. فينش ودي امبورت رينج دوس فينش كده خلاص الجيم كده الجيم اختفت يا ستي. معلش هو بس كان شايف ان انا كنت شايف ان الجيم في الاول بس الاكسل كان شايفها في الاخر حاجه زي كده يعني. بس كده الجيم اتشال. بص يا ستي بس في بقى حاجه تانية بتبقى اسهل بكتير قوي. بص بقى يا ستي في الاكسلات الجديده يا نور في حاجه اسمها فلاش فيل. سامعاني؟ تصبي اكتر بس سامعاني كده. في حاجه اسمها فلاش فيل يعني فلاش فيل اهي في الاكسلات الجديده بمجرد دوسي 1 4 8 0 0 وبعد كده 1 4 7 9 0 اللي هو الارقام اللي انا بكتبها اللي هي جنبيها من غير جيم. روح واقف هنا كده وراح دايس كلمه فلاش فيل. بص روح دايس كلمه فلاش فيل بيجيب لي الارقام بس من غير الجيم. فهمتي ولا لا؟ اه فهمت. فلاش فيل دي في 2013 يعني ممكن تنزلي نسخه 2013 عادي مفيش مشكله. المشكله النسخ الجديده ما بترضاش تتحدث عندي فمش عارف. لا تجيبيها تنزليها داونلود بس كده. بس كده تمام. رقم الموظف بس كده. شكرا جدا. تمام. في حد تاني يا جماعه عايز يسال في اي حاجه تاني؟ دكتور لو سمحت ممكن تقول لنا سمري كده بسيط عن محتوى الكورس في الاخر ان شاء الله في الاجزاء اللي هي يعني ايه ادفانسد يعني. بص يا شباب ده اللي احنا شرحناه. انا بشرح الاول هوم وبشرح المعادلات دي. تاني محاضره بتتشرح فيها اف وفي لوك اب او اكس لوك اب لو عندكم اكس لوك اب وبشرح معاها الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن لو حد يعرف الداتا فاليديشن دي اللي هي دي اسمها داتا فاليديشن. وبس كده. الثالثه المحاضره الثالثه بتبقى بيفت تيبل كل البيفت تيبل بس. المحاضره الرابعه بتبقى تشارت اللي انت تعرف تعمل رسم بياني بس كده. المحاضره الاولى احنا خلصناها بتبقى هوم وشويه معادلات اللي هي البيزك والشويه الى حد ما عاليه شويه. المحاضره الثانيه بتبقى اف وفي لوك اب واكس لوك اب لو في اكس لوك اب وداتا فاليديشن. حاجه اسمها داتا فاليديشن هقول لكم ازاي تفاليديت الداتا يعني تحققوا من الداتا. المحاضره الثالثه هتبقى بيفت تيبل وكل حاجه عن البيفت تيبل. المحاضره الرابعه هتكون عن الشارت وازاي تعمل رسم بياني بس كده.
تمام يا دكتور. بس كده. فلو حد يا جماعه عنده اي سؤال انا تحت امركم. نعمل بقى ستوب شير كده. حد عنده اي سؤال في المحاضره دي مش فاهمها يقول لي وانا اشرحها له. حد عنده مشكله في الاكسل عموما في حياته كلها انا ان شاء الله يقولها لي وانا اشرحها له. وكل الناس لو سمحت باذن حضرتك اتفضلي. احنا لما بندوس على العمود وكده لو احنا هنعمل صم او اي حاجه لما بندوس على العمود العمود مثلا بيكتب لي من سي 1 لسي 2 ولا احنا لازم نكتب من سي 1 مثلا لسي 4 او كده؟ لا انت ممكن تعلمي على الداتا كلها اللي انت بتدوسي كليك شمال وتنزلي تحت او تقفي على العمود كله لو العمود كله فيه الداتا دي بس كده. تمام تمام ماشي. في حد تاني يا جماعه عايز يسال اي سؤال انا تحت امركم. يعني المحاضره هتبقى ان شاء الله على جروب ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. على فكره صح يا شباب انا عندي قناه على الاكس على اليوتيوب اسمها السر شاجي. انا لسه من كام يوم كنت وصلت ل 54000 مشترك. ف دي القناه دي السر شاجي. السر شاجي اهي انا بكتبها لكم على الـ على الـ الشات اهي عشان عايزين تدخلوا عليها. انا عندي القناه دي خدوا الاسم ده كوبي واكتبوه في اليوتيوب هتلاقيني ظاهر عندكم. بعمل شروحات كتير قوي اكسل وباوربوينت وحاجات كده كتير تقدر تفيدكم. تمام شباب. وانا ان شاء الله المحاضره هرفعها على الفيديو على اليوتيوب وهبعتها لكم على الجروب. تمام كده يا شباب. بس شكرا جدا ليك. تمام يا دكتور تسلم. خلصت اللي عندي وان شاء الله ان شاء الله اقابلكم يوم الجمعه الجاي ان شاء الله الساعه 2 ان شاء الله. ماشي يا شباب. تمام يا دكتور جزاك الله كل خير. شكرا جدا ليكم. شكرا جدا ليكم يا شباب. شكرا جدا. معلش يا دكتور استئذان بسيط بس. اتفضل. لو 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 ما فيش مشكله عند حضرتك يعني كنت انا اتواصلت مع التنظيم وكده ان احنا مثلا لو ينفع 2:30 مثلا لو الكهرباء مش بتقطع عند حضرتك وكده لان هم قالوا لي المشكله الوحيده ان احنا قدمنا عشان الكهرباء تحت امرك 2:30 يعني. بص انا احاول يا محمد ان تبقى 2:30 انا احاول تبقى 2:30. ربنا يبارك في حضرتك. انا اسف جدا يعني بس عشان بس للاسف عندنا بنطول مثلا في الصاله شويه فان الواحد بيطلع يجري لان انا بقعد في مكان لان المكان اللي انا فيه مش فيهوش نت كويس وبتاع فانا ايه بنتل من مكان لمكان يعني. ربنا ربنا يبارك في حضرتك كتر الف خيرك يا دكتور. شكرا جدا لك. متشكر حضرتك جدا. ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.